ذكر المؤلف أن التوكل على غير الله قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، وهو التوكل في الأسباب الظاهرة كمن يتوكل على أمير فيما أقدره الله عليه من رزق أو غيره، فما وجه كونه شركا أصغر؟ أي نعم، لأنه اعتمد على غير الله، اعتمد على غير الله وظن أن الأمير أنه يبي يقضي حوائجه بدون أن الله يقدر هذا، فهو اعتمد على غير الله. نعم.